اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال مفيش تعب بيأثر فينا احنا تاريخنا بيحكي علينا الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. الصنع انتم جايين بعدينا احنا نهد جبال اسأل يا ابني علينا. الاهلي سيد القارة واتقال واحد فيها بطولة يمين بطولة شمال كله عالسكة وشغال بالضربة القاضية هتتشال. الاهلي معلم اجال قلنا يوم الاربع اللي فات يا رب كده نيجي يوم الحد ونقول صباح الانتصارات وقد كانت. صباح النصر صباح البرونزية صباح الثلاثية صباح كل حاجة حلوة. وكمان هنضيف النهاردة عشان النهاردة بنتكلم 14/2/2021 يعني عيد الحب يعني هنقول صباح الحب ويا رب بس كده الحب يكون في حياتنا كلنا. مش لازم تحب على فكرة الفالنتاين مش بس ان انا احب شخص معين انا ممكن احب اهلي احب اصحابي احب بلدي احب النادي اللي انا بنتمي ليه احب اي حاجة بتسعدني في الدنيا. صباح الفل عليك يا كريم. صباح العسل عليكي وصباح الفل على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي الأعزاء المحترمين الأوفياء في كل مكان في العالم. أهلا بكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تسعدوا معنا في حلقة النهاردة اللي بطبيعة الحال أكيد هتكون مليانة موضوعات مهمة مليانة موضوعات أخبار مهمة إلى جانب بقى أن هيكون عندنا تاتش احتفالي كده حاجة كده على الضيق يعني. فضل خير حضراتكم في حلقة النهاردة. أولا طبعا بمناسبة عيد الحب فالناس بتهادي بعض حاجات بسيطة يعني برضو أنا عايز أشكر الزملاء اللي جابوا لنا شوكولاتات وأنا محضرة لك حاجة كده. إيه يا راحت فين بقى؟ الله 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 الله. بقى ما نقول الإعلان يا مشاعرك الحلوة. اه ده مشاعرك بسيطة كده. انا بالنسبة لي انت عارفة موقفي كويس. انا عارفة ان انت وشرحته لك بره قبل الهواء مباشرة. حابة ندي للناس فكرة؟ لا لا خلاص. كل سنة وكل الناس يا رب بخير وكل سنة وفريق 10 صبح في الأهلي دايما بخير ودايما مع بعض ودايما ناجحين بإذن الله. قناة الأهلي ببرامجها المختلفة وزملائنا جميعا يا رب يكونوا دايما كده سعداء وناجحين. وخليني أحكي لك كده قصة سريعة جدا حصلت لي النهاردة وأنا جاية الصبح. بجد أنا انبسطت يعني بغض النظر عن العشرة جنيه اللي أنا هحكي قصتها بس أنا انبسطت جدا. أنا جاية النهاردة عديت من على البوابات بتاعة الصحراوي فالبوابة واحد قاعد على الكارتة بتاعتها فالمهم فوانا بديله 10 جنيه عشان هي الفيز 10 جنيه يعني. فقال لي لا لا النهاردة الفالنتاين اتفضلي أنا هدفع 10 جنيه. أنا بكلمك بجد والله العظيم ده حصل الصبح وأنا جاية فأقول له لا لا والله ما يصحش وبتاع وكده. فبيقول لي لا خلاص النهاردة الفالنتاين كل سنة وحضرتك طيبة وعداني. هي بغض النظر عن 10 جنيه هي لمسة أنا انبسطت يعني. كنت أصلا عايزة أقول لك صحية ولسه ما فقتش وكده الحركة ابقى مبسوطه يعني بجد حركه كان قال لك ايه. كل سنه طيبه وهابي فالنتاينز عليكي وعلى كل طبعا الناس الجميله اللي بيتابعوا حلقتنا النهارده. بس قبل ما نروح برضو لاخبارنا محدش ينسى او يعدي اليوم ده في يعني كده لمسات صغيره لو اي راجل متجوز تبقى حلوه ان انت يعني تهدي مراتك ولو حتى ورده على فكره بتفرق كتير. فنتمنى امنا ابونا اختنا على فكره زميلتنا في الشغل برضو ما يضرش. الله طيب يبقى كده بقى طلبت تلقيح اتكرر مرتين في نفس اللينك يبقى هنا تجدر الاشاره يا حضرات ان حصل الموقف كالاتي. انا كنت عارف من الاول خالص ان هي عندها ايه ميول طبعا باريسيه واختياراتها في الشوكولاته بصفه خاصه اختيارات يعني في منتهى الحفلطه الحقيقه. فانا كنت عامل حسابي ان في مكان معين اللي انا حكيت لك عليه اللي تحت ده هنفطر منه ما كنتش اعرف. لا غير اللي انت هتجيب لي منه اللي انا كنت هجيب منه حاجه معينه. جيت اتفاجئت ان هو قافل ومش قافل عشان لسه ميعاد الصبح بدري لسه ما فتحش اصلا رسمي ده محل جديد. رحت مكان تاني جنب المكان هنا ما كانش عنده غير قلت لك ما كانش غير عنده غير حاجه معينه واكيد مش يعني لا تتناسب مع
فاقترحت عليها احتفالا بعيد الحب النهارده احلى سندوتشات فول وطعميه على بتنجان واحتفالا بالحدث السعيد. قلت لها هنزود البتنجان. انا حاسس ان هم يردوا. ما حسيتش هي. انا يعني حاسس الجمهور هو اللي يرد على اللي انت قلته ده. ماشي نبدا بقى مع حضراتكم. خلينا ننوه برضو ان احنا زي ما كريم قال كده معانا فقرتين. الفقره الاولى هنغني ونحتفل وحقنا مع المطربه الاهلاويه امنيه حسن، والفقره الثانيه هيكون منورنا كابتن احمد عادل لاعب الاهلي السابق. نبدا بقى مع حضراتكم زي ما قلنا كده يوم جديد، ونبدا اول حلقاتنا بعد تتويج الاهلي الحمد لله ببرونزيه كاس العالم للانديه. مصر كلها احتفلت اكيد بالفوز ده، وكلنا كنا سعداء وشاهدنا الاحتفال عبر الشاشات في القناه، كل احتفل كمان، واحنا بدورنا اكيد مع حضراتكم في اول حلقاتنا بعد التتويج هيكون لنا اكيد حديث مطول عن الفرحه بالبرونزيه انتصارات الاهلي اللي دايما اكيد بتتوالى علينا وبتسعدنا. الفريق ومجلس الاداره كمان واللاعبين كل فرد في منظومه الاهلي وعدونا زي ما بيتقال كده، بس كمان وفوا الوعد ورجعنا من كاس العالم للانديه ببرونزيه للمره الثانية في تاريخ النادي الأهلي. مرة كمان ألف مبروك لكل الأهلوية. فعلا لعيبة النادي الأهلي حققوا حلم كل الجماهير في التواجد على منصة التتويج في منافسات كأس العالم للأندية، طبعا بعد حصولهم على الميدالية البرونزية والتواجد في المركز الثالث على مستوى العالم. لعيبة النادي الأهلي أثبتوا إن هم دايما الحقيقة على قلب رجل واحد، وكانوا على قدر المسؤولية خلال مشوار البطولة ده، طبعا رغم كتير من العكوسات اللي حصلت، منها طبعا إصابة علي معلول، منها غيابات، منها مثلا عدم مشاركة حسين الشحات وكهربا في المباراة النهائية، لكن الحقيقة كلمة حق لازم تتقال. جماهير النادي الأهلي لعبت دور مهم جدا 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 من خلال دعمها المتواصل لكل اللعيبه من اللحظه اللي غادروا فيها القاهره للمشاركه في المونديال. وطبعا مش محتاجين نتوقف بقى عند استقبال الاستقبال الحافل في المدرجات وفي المطار اصلا من اول لحظه وصلت فيها بعثه النادي الاهلي. طبعا خلال المباريات كلنا شفنا جمهور لغايه حتى بعد نهايه المباراه بيغنوا للنادي الاهلي وبيتغنوا بيه، كل دي امور ساهمت الى حد كبير في الانجاز اللي يحسب لهذا الجيل من اللاعبين. بص يا كريم، هو بصراحه جمهور، هقول جمهور مصر بقى في الاستاد هناك حقيقي كانوا حاجه يعني تفرح، مش بس تشرف، في حاجه تفرح، وكان ليهم دور كبير جدا خلي بالك برضو في المونديال. يعني احنا بنتكلم ان هم مش بس حضروا ماتشات الاهلي، حضروا كل الماتشات، يعني وجودهم كان فارق جدا، عمل اختلاف يعني كبير جدا في المشهد طبعا. فجمهور عظيم وجمهور احنا يعني بنسعد ان احنا بنتكلم الاهلاويه مش بس على فكره في مصر، مش في الوطن العربي بس، زي ما بنقول في كل مكان في العالم هتلاقي اهلاويه. في حاجه كانت جميله، وزي ما احنا بنقول يعني قدر لاعبي كمان الاهلي ان هم يلعبوا عندهم هدف واحد وواضح، هو ان يحقق البطولات والانجازات وكمان كسر الارقام القياسيه. جماهير الاهلي زي ما بيتقال عنها ما بتشبعش من البطولات، وده بيخلي الاهلي دايما في كل بطوله، وبعد ما بيحتفل حتى بيقفل الصفحه، صفحه الانتصارات، وبيبتدي يبص لقدام، بيبتدي صفحه جديده عشان يحقق نصر جديد. ده اللي بيحصل دلوقتي. خلينا نقول لحضراتكم الفريق خلاص بيقفل صفحه التتويج ببرونزيه المونديال، وبيبدا فورا في انطلاقه بقى، انطلاق مشوار الفريق في دور المجموعات بالنسخه الحاليه من دوري ابطال افريقيا، وايضا استكمال رحله الدفاع عن لقب الدوري. الحقيقه فعلا النادي الاهلي عنده ارتباطات في منتهى الاهميه خلال الفتره اللي جايه، سواء على الصعيد المحلي او القاري. هنبتدي يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله مشوار دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا امام نادي المريخ السوداني، مباراه ما فيش شك ان هي هتكون في منتهى الاهميه. الحقيقه يعني خلال مشوار النادي الاهلي في الفتره اللي جايه هو بيسعى جاهدا نحو اضافه المزيد من البطولات للنادي في عهد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وطبعا كل اعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني اللي دايما بيحفز كل اللعيبه بشكل مستمر وبيعقد جلسات مكثفه معاهم من اجل تحضيرهم للمباريات القادمه. النهارده بقى الفريق هيستأنف تدريباته على ملعب التتش ده استعدادا زي ما قلنا لمواجهه المريخ السوداني الثلاثاء المقبل في افتتاحيه مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. كمان الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالفريق اعلن غياب علي معلول لاعب الفريق لمده هنا اسبوعين بسبب الاصابه بشد في العضله الخلفيه. اكيد بنقول له يعني يرجع بالف سلامه، ومطمن اكيد حضراتكم برده هو بس هيكون غايب اسبوعين. النادي الاهلي وفوزه بالميداليه البرونزيه كان حديث وسائل الاعلام العالميه اللي كلها اشادت باداء الاهلي بطل افريقيا. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونتعرف من خلاله على وسائل الاعلام قالت ايه عن فوز النادي الاهلي بالبرونزيه، ونرجع نكمل الكلام. نسر نادي الوطنيه يحلق على منصات التتويج العالميه بالفوز ببرونزيه كاس العالم للانديه
للمرة الثانية في تاريخه. الأهلي العالمي كان حديث وسائل الإعلام العالمية عقب الفوز على بالميراس البرازيلي بالركلات الترجيحية 3-2 وحصد برونزية مونديال الأندية، إلى جانب تلقي المارد الأحمر التهنئة من الأندية العالمية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. النادي الأهلي أصبح أكثر الأندية العربية والإفريقية ظهوراً في المحفل العالمي بخوض 15 مباراة، بالإضافة إلى أنه أول ناد عربي وإفريقي يحصد البرونزية مرتين عامي 2006 و2021. وسلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على الإنجاز الذي حققه الأهلي، والبداية مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية التي قالت: الأهلي يحسم المركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي ليحسم بطل إفريقيا المركز الثالث في البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006، وتحت عنوان الأهلي يهزم بالميراس لينتزع المركز الثالث في كأس العالم للأندية، قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن الأهلي كرر أفضل نهاية له في كأس العالم للأندية بفوزه على بطل أمريكا الجنوبية بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، مؤكدا أن قائد الأهلي وحارس مرمى محمد الشناوي كان بطل الفريق في ركلات الترجيح. موقع فرانس 24 الفرنسي أكد في عنوانه أن الأهلي فاجأ بالميراس وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وقال إنه بعد نهاية 90 دقيقة بالتعادل 0-0 صدم الأهلي بطل إفريقيا العملاق البرازيلي بالميراس وفاز بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية بركلات الترجيح، بعدما تصدى محمد الشناوي قائد الفريق لركلة الترجيح الأخيرة من فيليبي ميلو لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق ليحقق الأهلي الفوز بنتيجة 3-2. وتحدثت صحيفة جلوبو البرازيلية عن المباراة وقالت: بالميراس يخسر أمام الأهلي بركلات الترجيح ويصبح أول فريق برازيلي يخسر في المنافسة على المركز الثالث في المونديال، وتحت عنوان الأهلي المصري يطيح ببالميراس ويحصد برونزية المونديال، قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية العربية: كرر الأهلي المصري بطل إفريقيا إنجاز عام 2006 وظفر ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية 3-2 بركلات الترجيح. وأضافت: وهي المرة الثانية التي يحرز فيها الأهلي المصري المركز الثالث في مونديال الأندية بعد الأولى عام 2006 في ثاني ظهور في المسابقة آنذاك بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه على حساب كلوب أمريكا المكسيكي 2-1. وأشادت سكاي نيوز بأداء حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي صد ركلتين ترجيحيتين من أصل 3 ركلات أهدرها الفريق البرازيلي، حيث تصدى للأولى التي سددها روني دا سيلفا والخامسة الأخيرة للقائد الدولي السابق فيليبي ميلو. وجاء عنوان قناة العربية الإخبارية: الأهلي المصري ينال برونزية مونديال الأندية، وقالت إن محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري قاد الفريق إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل إفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث. يعني مش عارفة ليه افتكرت كده حاجة ضحكتني واحنا بنتفرج على التقرير العظيم ده. يعني شوف حضراتكم قد ايه العالم او الصحافة العالمية، مش بنتكلم بس حتى العربية، بتتحدث عن الاهلي. والبعض الاخر كان يقول لك ايه بقى من التحليل، يعني سريعا جدا يقول لك مع ماتش اول ماتش لعبناه كان معينا نسيب الدحيل قال لك ايه ماتش الدحيل والاهلي، لا 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 بس الاهلي كان مفروض ان هو يجيب سكور اعلى بكتير وهو بيواجه الدحيل. ماشي، تيجي بعد كده البايرن، ايه ده ايه ده ايه ده، خسروا 2، ما ينفعش يخسروا 2 ابدا من بايرن ميونخ، ايه اللعب لاي كلام ده، دول كانوا خايفين قوي.
طيب حاضر، نيجي نجيب بعد كده مركز ثالث ونكسب بالميراس، يقول لك ده اصلا مش فريق برازيلي معروف. طب انتوا عايزين ايه؟ يعني انتوا عايزين ايه في النهايه بجد؟ والله انا افتكرت عشان حاجه تضحك، يعني مش معقول، مش معقول بجد. مش عارف لما تبقى مش عارف حاجه تقولها، ما عندكش حاجه عايز تقولها او مش عارف تضيف حاجه، فبتقول اي كلام. فعملنا ماتش جميل مع الضحيل، عملنا ماتش محترم مع بايرن ميونخ، وفزنا وتوجنا بالبرونزيه مع بالميراس. طيب ايه بقى؟ على كل حال احنا لن نلتفت، يكفينا فخرا، احنا عارفين قيمه نادينا كويس قوي. عشان كده انا من قبل حتى البطوله بتبتدي، مش فاكر في اي مناسبات قلت ايه، قلت ان انا بنتمي لجيل، يعني على ايامي كانت الناس كلها في مصر بتشجع اي فريق مصري بيلاعب فريق اجنبي غير مصري في بطوله دوليه، ايا كان بيلعبوا مين وايا كان ايه هو الفريق المصري، العادي والمفروض والمنطقي كان ان كلنا نشجع بصراحه كده. الى جانب طبعا بطبيعه الحال طول عمرنا عارفين ان في طبعا حساسيات او في ملاطفات كده متبادله احيانا بين الاهلاويه وغير الاهلاويه وتحديدا مشجعي فريق بعينه، لكن الحقيقه جيت الحق في مواقف معينه مفيش مساحه للنوع ده من الكلام، يعني مفيش مساحه للنوع ده حتى من السجالات. في الاخر هو فريق مصري بيعلي من شان مصر، بيترفع من خلاله رايه وعلم مصر في محفل رياضي عالمي، بس فول ستوب. بس كده فعلا نكتفي بده. خلينا بقى ننتقل كده ونشوف الطقس، توقعات كمان الحراره، لان احنا كنا متوقعين ان الويكند زي ما دايما الارصاد يعني بتقول لنا ان هيكون في يعني انخفاض في درجات الحراره، وبالتالي هيبقى الجو ساعة شويه، بس اللي اكتشفناه او اللي عشناه كان جو صيفي جميل. فصح الى حد كبير طبعا. بالليل صح. طبعا بس كان بس عايز اقول لك على حاجه، ابشري وانت من اول الموسم وانت مستنيه اللحظه اللي تبقى فيها اجواء شتويه. لا يقال والله اعلم، طبعا هنتاكد على مدار الايام اللي جايه من خلال طبعا تواصلنا مع المسؤولين في هيئه الارصاد الجويه، يقال والله اعلم انه ابتداء من يوم الثلاث الجاي في انخفاض كبير في درجات الحراره، واحتمال تكون في امطار وعواصف قريبه. فاكره عاصفه التنين اللي كانت من سنتين؟ أيوة. اللي الدنيا خربت فيها في التجمع الخامس وفي مصر الجديده وفيها بيوت كتير غرقت و يقال والله اعلم انها هتكون في عاصفه قريبه منها، بس يعني ايه ادينا هنشوف. اكيد ده هنطمن طبعا على مدار الايام اللي جايه مع حضرتك. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. طيب خلونا ناخد بقى مزيد من التفاصيل. معانا دكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجويه بهيئه الارصاد الجويه. يا دكتور في البدايه طبعا صباح الخير ومبروك علينا. صباح الفل على حضرتك ومبروك علينا كلنا طبعا. الحمد لله، شيء اكيد اسعد ملايين ملايين من المصريين وحاجه متعودين عليها. خلينا بقى نروح مع حضرتك. كريم دلوقتي كان بيقول ان في يعني، وده فعلا قيل، ان البعض كان بيتكلم يعني ان في عاصفه هتبقى تقريبا على يوم الثلاث او الاربع، فعايزين نطمن من حضرتك هل الكلام ده سليم ولا لا؟ طبعا حاضر، بس في البدايه طبعا استغل فرصه ان انا في قناه الاهلي ويعني القناه المفضله ليا وبحب اشوفها كتير جدا،
ابارك طبعا لنفسي وكل الاهلاويه بالانجاز الكبير اللي عمله الفريق بتاعنا اللي معودنا طايق دايما على انجازاته اللي ربنا ما يقللهاش ابدا وربنا يزودها دايما. بالنسبه طبعا لحظه الطقس بالفعل في حاله من عدم الاستقرار في النص الثاني من الاسبوع بدايه من يوم الثلاثاء، هتستمر معنا ثلاثة واربعة وخميس ما بين انخفاض في درجات حراره وسرعات رياح تصل الى بالفعل حتى العاصفه على الطرق الصحراويه، ولكن طبعا احنا بنقول سرعات الرياح دي هتزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره. محب الشتاء هيستمتعوا بنص اسبوع النص الثاني من الاسبوع بطقس شتوي بالفعل من بارد من مال البروده الى بارد خلال فترات النهار وشديد البروده في فترات الليل، بالاضافه الى نشاط الرياح زي ما قلت لحضراتكم هيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره وهيكون مثير للرمال والاتربه على الطرق الصحراويه والطرق المكشوفه ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ومدن القناه، وطبعا فرص الامطار هتكون معانا برضو من يوم الثلاث، ممكن تكون فرص امطار خفيفه متوسطه يوم الاثنين، ولكن يوم الثلاث والاربع هتكون امطار غزيره على سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري وهتكون من متوسطه الى خفيفه على جنوب الدلتا ومحافظه القاهره الكبرى. يعني يا دكتور محمود ما فيش بقى عواصف، ما فيش اعاصير، ما فيش الاجواء الشتويه دي اللي يعني شاهدناها قبل كده؟ لا احنا مش ما فيش عصير الحمد لله، هي الفكره مش هيبقى زي حاله 12 مارس اللي فاتت. الموضوع برضو اقل من كده، بس احنا بنقول ان هيبقى في انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، تعتبر اقل درجات حراره سجلت في الشتاء هذا العام هي تعتبر درجات الحراره اللي متوقع انها تسجل يوم الاربعاء والخميس. طيب دكتور محمود، يعني انا يعني هسال حضرتك سؤال وعايزه طبعا بخبرتك تفيدنا، هل الشتاء السنه دي مختلف عن اي فصل شتاء جه في مصر قبل كده؟ مش اي شتاء، احنا من في بعض الاحيان بيجي لنا الشتاء بيكون فيه اكثر دفئا، وده فعلا بالفعل الشتاء هذا العام اكثر دفئا من هو الشتاء هذا العام يا دكتور محمود اشبه بالربيع مش 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 بالشتاء ابدا. هو يعتبر طبعا درجات الحراره في معظم ايام فصل الشتاء كانت درجات الحراره اعلى من المعدلات، وده يعني حاجه ما مش هنقول غير مسبوقه، ولكن في خلال كام سنه الاخيره بالفعل الشتاء هذا العام يعتبر اكثر دفئا من الاعوام اللي فاتت. طيب على كل حال احنا اطمنا من حضرتك ان مش هيبقى فيه يعني اجواء صعبه على المواطنين او علينا جميعا يعني، لكن الجو الى حد ما هيكون فيه انخفاض بسيط في درجات الحراره كمان تحديدا ليلا. دكتور محمود هنتابع مع حضرتك اكيد برضه عشان نطمن الناس، شكرا ليك جدا يا فندم. شكرا. طيب اهم حاجه اطمنا ان الموضوع مش هيرتقي لمرحله العواصف وحاجات، امال الكلام ده يعني مالي الدنيا على الفيسبوك؟ صحيح بقى كويس بقى ان احنا ايه بنرد على الهواء من المتخصصين فعلا، كان متداول زي ما انت قلت البعض قال هيبقى فيه وخلوا بالكم مش عارف صحيح كيف كان في غرض ورا الموضوع. طيب على كل الاحوال احنا هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا مع كل حضراتكم. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد في 10 الصبح في الاهلي، رجعنا لكم عشان نكمل كلامنا معاكم وعشان نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات داخل النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه اللي فيه. طبعا ده اللي هنعمله حالا مع مراسلتنا العزيزه الصديقه العزيزه سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الفل يا كريم، وطبعا بصبح على نهاوند وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. انا دلوقتي معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي الفريق الاول لكره القدم والنشاط الرياضي. وقبل ما اتكلم عن فريق كره القدم والنشاط الرياضي خليني اتكلم شويه عن دور النادي الاهلي، دوره الاجتماعي، الانشطه والخدمات اللي دايما تقدم لاعضاء النادي الاهلي مشروعه فصول محو الأمية اللي بدأت يعني من حوالي أسبوعين ومستمرة الحمد لله للأسبوع الثالث. الأسبوع ده يعني الفصول دي بتكون يعني شغالة في جميع فروع النادي الأهلي وبتكون عبارة عن يعني أربع فصول في اليوم، كل فصل بيكون فيه خمسة من العاملين الدارسين ومدرسة واحدة فقط بتكون يعني عضوة من عضو متطوعات للعمل، وبيكون معاهم كمان مشرفة عضو من أعضاء لجنة المرأة بتكون متواجدة عشان تشرف على العمل والفصول يعني إزاي مستمرة على مدار اليوم. خليني بقى أنتقل وأروح لأخبار الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني مستر فيتسو موسيماني، وبعد الحصول على الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية
وراحت لمده 48 ساعه. الفريق بيعود مره اخرى للتدريبات النهارده ان شاء الله. التجمع النهارده هيكون الساعه 2 والتدريب هيكون الساعه 3 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراه القادمه. النادي الاهلي هيفتتح مشواره في بطوله دوري ابطال افريقيا بدور المجموعات. اول مباراه ان شاء الله للنادي الاهلي هتكون امام نادي المريخ السوداني يوم الثلاث المقبل الساعه 9 على استاد القاهره الدولي. ويعني يا كريم ويا نهاوند من ضمن استعدادات الفريق لمباراه المريخ السوداني النهارده ان شاء الله هيكون في مسحة طبية جديدة للاعبين للتأكد من عدم وجود إصابة أي لاعب بفيروس كورونا قبل يعني مواجهة المريخ السوداني. كمان خلينا نطمن جماهير النادي الأهلي على إصابة علي معلول وصلاح محسن. يعني علي معلول أجرى أشعة رنين للتأكد من الإصابة بعد ما اشتكى يعني من بعض الآلام في العضلة الخلفية. بعد الأشعة يعني تأكد من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وبكده يعني علي معلول هيحتاج يعني فترة علاج ويعني فترة علاج برنامج تأهيلي وعلاجي يعني هيمشي عليه لمدة أسبوعين. وبكده يعني هيكون علي معلول هيغيب عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين. ده بالنسبة لعلي معلول. بالنسبة لصلاح محسن وبعد ما اشتكى من بعض الآلام في العضلة الأمامية قبل مباراة بالميرس البرازيلي في بطولة كأس العالم للأندية صلاح محسن يعني هيجري أشعة أيضا للتأكد يتأكد من مدة غيابه عن التدريبات الجماعية. يعني هيحتاج قد ايه مدة يعني للتأهيل وللعلاج بعد يعني ما اشتكى من الإصابة دي. ده بالنسبة لي أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلينا نروح لأخبار النشاط الرياضي وكالعادة هبتدي بالفريق الأول لكرة السلة سيدات. النهاردة إن شاء الله هيتمرنوا الساعة 7 استعدادا لمباراة غد أمام نادي الشمس. المباراة هتكون الساعة 6 غدا على صالة نادي الشمس. ورجال السلة النهاردة هيتمرنوا بشكل طبيعي الساعة 6 استعدادا لعودة المباريات في الدوري. ورجال الطايرة بعد ساعتين هيوصلوا تدريباتهم على صالة المركز الأولمبي بالمعادي استعدادا للمباراه القادمه امام نادي بتروجيت. المباراه هتكون بكره ان شاء الله الساعه 6 على صاله المركز الاولمبي بالمعادي. ويعني الفريق بيتمرن يا يعني كريم على المركز الاولمبي بالمعادي بدلا من صاله الامير عبد الله الفيصل عشان يعني يتعودوا على الاجواء ويستعدوا بشكل قوي جدا لمباراه بتروجيت. كمان سيدات الطايره النهارده ان شاء الله التمرين هيكون الساعه 1 وبعد التمرين هيتجهوا مباشره لمدينه الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراه القادمه غدا واللي هتكون امام نادي سبورتنج. المباراة تكون الساعة 4 العصر على صالة نادي سبورتنج في مدينة الأسكندرية في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطائرة. يعني دي كريم ونهاوند كانت أهم وأبرز الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع الفرق الرياضية. والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سنة حامد مراسلة قناة النادي الأهلي. من أخبار النادي الأهلي للأخبار المختلفة في الصحف والمواقع ومعنا مريم سميح زميلتنا العزيزة هي دلوقتي في اليوم السابع. مريم صباح الخير عليك ومبروك علينا طبعا. صباح الخير عليك يا نهاوند وبصبح كمان عليك يا كريم طبعا يعني بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه بس عايزه اقول لكم هابي فالنتاينز داي كل عيد حب وانتم طيبين. وطبعا عايزه اتكلم انه بغض النظر عن الحب ما بين الاشخاص والصحاب والقرايب ان النادي الاهلي خير دليل على ان في حب كبير جدا بيبقى للكيان. يعني طبعا جمهور النادي الاهلي في كل مكان ورا فريقهم بيشجعوا الكيان العظيم ده قد ايه هم فخورين ان هم بينتموا لهذا الكيان. وده طبعا يعني اللي بيدل على ان الاهلي خير دليل على ان الأهلي إن الحب مش بس للأشخاص ولكن كمان للكيانات. ننتقل إلى أخبارنا طبعا في مختلف الصحف المحلية والعالمية والبداية من بوابة أخبار اليوم. بداية جديدة الأهلي يستعد للمريخ موسيماني يذاكر ويحذر والشناوي يرفض التشتيت. يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي النهاردة أولى تدريباته عقب يعني حصول الفريق على راحة سلبية مساء أمس. كمان النهاردة علشان استعدادا لملاقات فريق المريخ السوداني يوم الثلاثاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكان منح الجهاز الفني للاعبين راحة سلبية أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته يعني في تمام الساعة الثالثة عصرا اليوم على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة طبعا. وبيعقب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اجتماع قبل التدريب طبعا ده علشان يهني الفريق بالحصول على برونزية كأس العالم للأندية وكمان علشان يغلق هذا الملف نهائيا وكمان ينصح اللاعبين بالاستعداد لدوري أبطال إفريقيا. كمان طلب موسيماني من الجهاز المعاون أكثر من مباراة للمريخ
السوداني علشان يعني يتم مشاهدتها، وكمان علشان يشكل وجهة نظر كاملة عن وجهة نظر فنية كاملة عن طريقة اللعب للفريق الآخر، كمان انه علشان عايز يعرف ايه هي طريقة اللعب المناسبة، خاصة انه حضر الجهاز واللاعبين من اول مباراة بعد المشوار المونديالي، وكمان في الوقت نفسه رفض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي يعني الحديث عن أي عروض خارجية تلقاها خلال الفترة الماضية عقب تألقه في كأس العالم للأندية وخاصة من أندية الدوري الإسباني، وطلب كمان الشناوي من الوسطاء اللي كمان كانوا تواصلوا معاه خلال الفترة الماضية إن هم يقفلوا يعني هذا الملف خلال هذه الفترة، علشان هو محتاج إن هو يركز أكتر مع فريق النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة يعني أنه حاليا بيتم منافسات الدوري وكمان بطولة إفريقيا. من اليوم السابع نوير في رسالة للشناوي بعد المونديال: سعيد بمعرفتك ونجاحاتك بالأهلي. وجه مانويل نوير حارس مرمى نادي بايرن ميونخ وكمان المنتخب الألماني رسالة خاصة لمحمد الشناوي، طبعا يعني قال فيها ان هو بيريد ان نوجه رسالة للشناوي والتحية، وكمان بيهنئه على يعني كسر الرقم القياسي على المباريات، وكمان ان هو يعني عنده شباك نظيفة في الموسم الحالي وعلى النجاح اللي حققه محمد الشناوي خلال الفترة الماضية. أضاف نوير يعني قال في النهاية كان لازم حد فينا يوصل المباراة النهائية، ولكن أكتر حاجة كانت هامة وأكتر حاجة لفتت نظر جميع الجماهير هو الاحترام المتبادل بين الفريقين اللي كان موجود خلال المباراة وكمان عقب انتهائها. كمان قال أنه يعني بالنسبة له كان فخر كبير جدا أنه حارس في مستوى الاحترافي وهو محمد الشناوي أنه هو يقول له أنه يعني مثله الأعلى، ده كان بالنسبة له شيء رائع جدا. وكمان قال انه يعني اظهر كل منا على ملعب المباراه الاحترام المتبادل، وكمان ان هم تعانقوا عقب نهايه المباراه وكمان تبادلوا القمصان، وده كان اهم حاجه بالنسبه له بغض النظر عن النتيجه اللي خرجت بيها المباراه. عايزين نقول انه في وقت سابق يعني قال محمد الشناوي في تصريحات خاصه لشاشه قناه النادي الاهلي انه يعني مانويل نوير هو مثله الاعلى في حراسه المرمى، وهو الحارس الوحيد اللي بيتابعه وحريص جدا ان هو يتعلم منه. وكمان يعني غير اللقاء اللي حصل في مباراة بايرن ميونخ، كمان قابل محمد الشناوي نوير في عقب انتهاء مباراة بالميراس البرازيلي بعد طبعا انتهاء المباراة بركلات الترجيح، وكمان يعني وجه التحية لي نوير وهنئه على هذا المستوى اللي ظهر به في صد ركلات الترجيح خلال هذه المباراة. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد في 10 الصبح في الاهلي. طبعا احنا ما بتعديش علينا يعني مجموعه حلقات من البرنامج غير لما بنتوقف على الاقل مره واحده اسبوعيا قدام نشاط من انشطه اي لجنه من لجان النادي الاهلي اللي دايما الحقيقه بتكون حاضره بمنتهى القوه في مختلف المناسبات، ودايما بيكون يعني بينتج عنها اجواء لطيفه جدا من البهجه والفرحه ما بين كل الاعضاء ايا كان نوع الفعاليه ايه. الحقيقه فعالياتهم كتير، انشطتهم كتير، سواء كانت رياضيه، فنيه، ترفيهيه، توعويه. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي تقرير عن احتفاليه لجنه الطفل بالنادي الاهلي واجازه منتصف العام، ونرجع نكمل الكلام. اولا التنظيم بالنسبه للنادي الاهلي فهو يعني حاجه ممتازه جدا من اول دخولنا من على البوابه لحد ما وصلنا هنا، يعني بلس وزاره الشباب والرياضه الاثنين برضو يعني موفر لنا كل حاجه في التنظيم. الاطفال يعني في سبوت عليهم، وفي مفيش حد لو حد في مكان بعيد ولا حاجه، لا الاطفال عارفين نسيطر عليهم كويس قوي وكلهم مبسوطين. انا ما اعتقدش ان ممكن يكون حد مثلا بعيد ولا كلام ده مش عارفين نسيطر عليه، لا المكان بسم الله ما شاء الله يعني التنظيم من الاهلي حاجه محترمه جدا، ومن وزاره الشباب كمان يعني حاجه محترمه جدا. اولا الاهلي بفوزه بالبرونزيه امبارح، ودي فرصه حلوه قوي النهارده ان احنا نحتفل مع الاطفال ومع اولياء الامور بفوزنا، كمان دي احتفاليه اجازه منتصف العام واعياد الشرطه، دي تاني ايفنت في 2021، واحنا عندنا مخطط وترتيبات تانية لبقيه السنه لايفنتس اكتر وحاجات اكتر تساعد اولياء الامور والطفل على الاستمتاع في اجواء النادي الاهلي. دي اولا مش حاجه غريبه على لجنه الطفل انها تعمل حاجه في الاجازات،
النهارده كان يوم بالنسبه لنا شويه ترتيبه كان صعب مع الاداره مع النادي، لان اجازه نص السنه كان لازم على الاقل نفرح الاطفال بشكل مختلف. احنا اقمنا الحفله دي قبل كده في فرع النادي بمدينه نصر، فطبعا نظرا للظروف احنا طبعا بنحاول نرتب كل حاجه بشكل منسق بحيث ان ما يحصلش اي اختراق في الحاجات الاحترازيه الموجوده. فكان لازم يبقى في لكل واحد فينا تاسك عشان نقدر نطلع الموضوع بشكل كويس. النهارده فقراتنا كتيره جدا بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه، عندنا ثلاث فقرات فنيه واستعراضيه. وزاره الشباب مهتميه جدا، دكتور اشرف استاذ عزت دري رئيس الاداره المركزيه للطلائع بالسن من 8 ل 18 الاولاد. احنا عاملين انشطه على مستوى الجمهوريه خاصه بجميع المجالات الرياضيه والفنيه والثقافيه. النهارده موجود معانا في الايفنت اولاد هيقدموا فقرات جميله جدا من الغناء والكورال والعزف الموسيقى، وكمان معانا اولاد بيقدموا استعراضات ويقدموا فن تعبيري، مجموعه من الفقرات المتميزه. الفقرات دي بيبقى الاولاد بيتدربوا عليها لمده طويله جدا عشان يقدوها بشكل كويس. الحمد لله هم بيشاركوا في مهرجانات كتير داخل مصر، وكمان كان خارج مصر قبل ازمه الكورونا. ده تاني ايفنت ليا احضره كعضو في لجنه الطفل. الايفنت منظم جدا، مدام نداء داوود رئيسة اللجنة ما شاء الله يعني ادتنا كلنا تاسكات قمنا بيها، تاسكات كلها يعني قمنا بيها بنجاح الحمد لله. الولاد مبسوطين، الأمهات مبسوطين، اليوم فيه حاجات حلوة كتير ولسه هينبسطوا أكتر. اولا احنا لجنه الطفل دايما بتعمل حاجه ان احنا بنتابع دايما اي حاجه حدث يكون موجود، احنا دايما بننزل نشارك الاعضاء وبنشارك الاطفال فيها. فاحنا كان عندنا المناسبه اللي كانت موجوده عيد الشرطه، وموجود عندنا اجازه نص السنه، واحنا متعودين ان احنا في نص السنه بنعمل دايما ايفنتات كتير للاطفال، وكان دايما احنا عملنا في السنتين اللي فاتوا عملنا فان داي في الثلاث فروع. جينا في مدينه نصر من حوالي شهرين احنا عملنا الحفله بتاع اعياد الطفوله، فقلنا ده كان انسب حاجه ان احنا نعملها في نص السنه لاهل الجزيره، الاعضاء في اهل الجزيره ان هم طلبوها مننا، فاحنا عملناها بمناسبه اجازه نص السنه وعيد الشرطه. وكان عندنا الاحتفاليه بتاعت البرونزيه امبارح، وكمان عندنا ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى عندنا عيد الحب. فقلنا مجموعه حاجات قدرنا ان احنا نجمعها مع بعض عشان ننزل نحتفل مع الاعضاء وابنائنا واطفالنا في النادي. فقره عجبتني فقره الاستعراضيه، وكمان عشان انا بحب الاستعراض وانا بلعب باليه في دار الاوبرا، واتمنى ان اليوم ده يتكرر تاني. حلو جدا وجميل وعجبني جدا، وكمان مع الكابتن شريف كان حلو جدا، واتصورت مع اليونيكورن وكان حلو جدا، وعايزه اللي هو يتعمل كتير جدا. حلو قوي يعني، هو كان يوم حلو يعني، كان حلو يعني وجميل، وانا يعني مبسوطه يعني اليوم ده. اليوم ده برضو كان احلى يوم يعني في حياتي. شايف اليوم حلو، واكتر حاجه عجبتني الساحر، وصورت مع العرايس كلها. مبروك للاهلي والشناوي، صد كل الضربات، وانا مبسوط جدا ان الشناوي والاهلي كسب. الشناوي صد كل الضربات فعلا، فانا مبسوط قوي ان الاهلي كسب كده. وهاي فعاليات فعلا جميلة جدا زي ما كريم كان بيقول قبل ما نشوف التقرير. خلينا بقى نروح دلوقتي والنوستالجيا، ومعانا بتاريخ اليوم 14 فبراير 2005. بصراحة يعني هي يوم يعني فقدنا فيه بطل زي ما قال، هي ذكرى وفاة البطل ثابت البطل. زي النهاردة 14 فبراير 2005 كانت وفاة ثابت البطل، حارس مرمى الأهلي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، يعني لعب في الأهلي لحد اعتزاله كان عام 91، استمر كمان مدرب لحراس المرمى. وذكرى زي دي ما اعتقدش ان هي ينفع ان احنا نفوتها، لا على الصعيد هنا الرسمي ولا حتى الاعلامي. يعني على الصعيد الرسمي خليني اقول لحضراتكم كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على الاتصال باسره المرحوم ثابت البطل للاطمئنان عليهم والتواصل مع زوجته وابنائه بمناسبه ذكرى هنا 16 لوفاته، اللي كان يتمتع خلينا نقول بتاريخ كبير جدا من الانجازات والاخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي. يعني يمكن حقق مع النادي الاهلي 25 لقب وعشقه الجمهور بشكل كبير جدا، يعني
احنا مش هنقول ان احنا بس فقدناه لا 16 سنة، ولكن لسه ذكرى لحد دلوقتي موجودة من الايقونات زي ما بيتقال او الشخصيات اللي عمر ما النادي الاهلي ممكن ان هو ينساها. ده من شق. الشق الثاني كمان اللفتة الجميلة اللي عملها بصراحة كابتن محمود الخطيب، ده انأكد على شيء بيؤكد قد ايه النادي الاهلي احنا بنتكلم ان احنا عيلة، بنتكلم ان احنا كيان واحد. فمش معنى ان انت مثلا ما بتلعبش دلوقتي في الاهلي او ان انت حتى توفيت ان الاهلي كده خلاص بتنقطع صلته باسرتك، لا، دايما الاهلي بيكون زي ما معودنا يعني في حياه الاحفاد، في حياه العائلات، في حياه الاشخاص حتى بعد ما بيسيبوا النادي الاهلي او بيتركوه. فحاجه عظيمه جدا. على كل حال الله يرحمه يا رب، كان ايقونه فعلا محترمه جدا. واستكمالا لكلامك كمان يا نهاوند، عايز اقول لك ان كابتن محمود الخطيب اللي متواجد حاليا في دوله الامارات الشقيقه ان شاء الله بمجرد عودته هيقوم بزياره اسره المرحوم ثابت البطل، وطبعا بيحصل الكلام ده في اطار روابط عائله النادي الاهلي اللي بيتاكد كل يوم من خلالها على تقدير ابناء النادي اللي طبعا اعطوا بمنتهى الاخلاص وحققوا انجازات وانتصارات اسعدت الملايين. طبعا يعني كابتن ثابت البطل رحمه الله عليه من 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 اهم الاسماء في تاريخ النادي الاهلي بشكل عام، وفي حراسه عرين النادي الاهلي بصفه خاصه. طول عمره كان ثابت وطول عمره كان بطل، والحقيقه كان معشوق كل جماهير كره القدم مش بس الاهلاويه، اهلاويه وغير اهلاويه. طبعا ذكر رحيل البطل ثابت البطل يعني لازم نتوقف من خلالها عند تقرير عن هذا النجم الكبير الراحل ثابت البطل اللي يمكن الاجيال الاحدث نسبيا ما تعرفش كتير عنه. خلونا نتعرف اكتر على ثابت البطل من خلال هذا التقرير. ثابت البطل يشوت زي النهارده في 14 من فبراير عام 2005 كان اخر يوم للعملاق الاهلاوي ثابت البطل، خدم فيه ناديه بحب وإخلاص فوق الوصف قبل أن يرحل عن دنيانا ويترك أجمل ذكرى في قلوب جميع عشاقه. 12 من فبراير 2005 كان البطل شامخاً وحاضراً مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه في فوز الأهلي الكاسح على الزمالك 3-0 بثلاثية متعب وتريكا، وتبقى لحظة تقبيل محمد أبو تريكا رأس البطل عالقة في الأذهان حتى الآن لإصراره على حضور المباراة رغم مرضه الشديد. ولد ثابت البطل في 16 من سبتمبر عام 1953 مدينة الحوامدية، وسرعان ما انضم لصفوف فريق سكر الحوامدية، ثم التقطته أعين الإدارة الحمراء في عام 1972 ليبدأ مشوارا حافلا ومظفرا مع كبير الأندية المصرية. مع الأهلي حقق ثابت البطل كل البطولات المحلية والقارية وصنع اسما من ذهب في أدغال إفريقيا، كما حقق مع الفراعنة إنجازات عديدة أبرزها وأجملها للشعب المصري لحظة نجاحه في منتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الإفريقية في القاهرة عام 1986 وتصديه لركلة الترجيح أمام منتخب أسود الكاميرون العنيد بقيادة الثعلب روجي ميلا، كما كان للبطل دور في صعود الفراعنة إلى أولمبياد موسكو عام 1980 ولوس أنجلوس عام 1984 على حساب الجزائر في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز مصر بهدف في القاهرة عام 1983. وحمل ثابت البطل الميدالية الذهبية مع الفراعنة أيضا في دورة الألعاب الإفريقية في نيروبي عام 1987، وكان ضمن كتيبة الجنرال محمود الجهري التي قطعت تأشيرة المرور إلى مونديال إيطاليا عام 1990. مع معشوقته الفانيلة الحمراء خاض ثابت البطل بقميص الأهلي 225 مباراة محلية، وساهم في تحقيق بطولة الدوري الممتاز في 11 مناسبة، كما حقق 6 ألقاب لبطولة كأس مصر. وعلى الصعيد القاري توج البطل ب6 ألقاب قارية، منها بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري في مناسبتين، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في 3 مناسبات، وكأس الأفرو أسيوية في مناسبة واحدة. وبعد اعتزاله للكرة اختاره مجلس إدارة النادي الأهلي ليشغل منصب مدير الكرة
ليحصل مع الأهلي على 6 ألقاب لبطولة الدوري ولقب واحد لبطولة كأس مصر والسوبر المصري، بالإضافة إلى 4 ألقاب عربية هي البطولة العربية للأندية مرتين ونفس الأمر لبطولة النخبة العربية، ليبقى ثابت البطل رمزا أهلاويا في حياته وأيقونة عظيمة في تاريخ القلعة الحمراء بعد وفاته. ننتقل مع حضراتكم بقى للرياضة العالمية ونروح تحديدا لسباقات البحار والقوارب وكاس أمريكا للملاحة. ده من السباقات البحرية الدولية، فاز فيها فريق لونا روسا الإيطالي على فريق إينوس البريطاني، ده في نهايات كاس أمريكا للملاحة. من سباقات القوارب إلى سباقات الدراجات الهوائية وتحديدا فرنسا وطواف بروفنس، حيث حقق الدراج الإيطالي ديفيد باليريني فوزه الثاني على التوالي في هذا الطواف. فاكرة ساعة ما كنا بنصور التتر بتاع البرنامج؟ شاهدت انت سنت الموضوع لا ستي عملتي شو كان شو حلو، انت عملتي شو وانا عملت شو صح اصلي يعني. والله بنصور التتر بتاع بدايه البرنامج ده وكان في جزء كده بنصور على كروما بعجل نهواند، اللهم صل على النبي ايه حلاوه بالعجله، خدت الاستوديو كده تمام، انا ما سبتش عمود غير لما خيشت فيه ودخلت فيه بوشي، كان يوم مشهود حلو والله افتكرته والله. قبل ما نروح فاصل ونبدا بقى فقراتنا الحواريه، عجبتني قوي تويت قريتها دلوقتي على تويتر، حد كاتب يعني بيقول الى كل السناجل في العالم عيد استقلال سعيد، مش عارفه ليه كده. ما احنا قلنا الفالنتاينز مش لازم تكون في علاقه يعني مع حد، فانت بتقول له كده احنا اي حد بتحبه قول له هابي فالنتاينز. وفي بقى اختم بدراسه اتعملت يا دراسات ويا دراسات والله قريتها برضه قبل كده من فتره، يعني كانوا بيقولوا والله اعلم دي دراسه صح ولا غلط، بس بيقولوا الناس اللي هي سنجل اللي هم ما بيدخلوش علاقه يعني ان هم يرتبطوا يعني ويتجوزوا كده فتره طويله، دول بيكونوا عندهم اختلال اختلال نفسي يعني على العزاب اللي هم العزاب اللي مش متزوجين لفترات طويله، يعني بيفشلوا في ان هم يخوضوا علاقات يعني ويتزوجوا، دول عندهم اختلال نفسي يعني، دي بجد والله موجوده يعني ممكن حضراتكم تقروها، ف يعني واضح ان الموضوع مش بسيط. لو سالتي السؤال يعني الكلام ده لو سالتيه لحد بيتجوز هيقول لك ده احنا اللي عندنا خلل نفسي دول زي الفل. عموما ادينا هنطلع فاصل يا ست الكل ونشوف الدنيا فيها ايه. فاصل ثم عوده العشرة الصبح في الاهلي، اتفضل. يا اهلي يا عالذكريات، ده في عشقك يا ما قلنا وغنينا حاجات، يا اهلي يا عالذكريات، يا كيان في القلب حبه حيفضل للممات، الأهل دي قصة غالية نصر وبطولات، لونك رمز البطولة يا نادي المعجزات، أجيال بالدم كتبت أعظم تضحيات، ولا حد في يوم هينسى رجال ماتوا فداك، يا نادي نسرك بعيون قوية علي طول الزمان، يا نادي الوطنية مهما كان اللي كان، نسرك بعيون قوية علي طول الزمان، يا أهلي يا عالذكريات، أنا أبويا زمان علمني إنك سر الحياة، ويا أهلي وقام اللي فات، ضحكة ودمع وفرحة متلتة الذكريات، أنا مهما يا أهلي ببعد تلاقيني في المعاد، واقف دايما في ظهرك بطولة يا شباب، يا نادي الوطنية كل العالم وراك، الأحمر سر نصرك جمهورك ده حماك، يا أهلي يا عالذكريات، يا كيان في القلب حبه حيفضل للممات. أمنية حسن.
يعني زي ما حضراتكم كده سمعتوا، هي مش بس مطربة، هي ممثلة ومطربة وأهلوية جدا، وليها ذكريات كمان كتيرة قوي مع الأهلي وليها أدوار مسرحية. خلينا على كل حال نعرف كل ده ونعرف كمان الأغنية الجميلة دي برضو كواليسها إيه. نرحب بالموهبة الجميلة أمنية حسن. صباح الخير. صباح النور. منورانا. تسلمولي يا رب. ويعني خير استهلالة كده للفقرة دي بصوتك الجميل. لا وعايز أزود بقى اللي أنت قلتيه كمان، شوفي كل الباكج اللي أنت قلتيها دي زود لنا بقى عليها، وطبيبة أمراض جلدية. ده كتير يا جماعة. ده كتير والله. عرفتي تعملي الموازنة دي إزاي بين دراسة الطب، وطبعًا إحنا عارفين إن الطب دي محتاجة يعني تركيز تفرغ وتركيز ويعني وحاجات كتير، فعرفتي تعملي ده كله إزاي؟ والله هو الاتنين كانوا بالنسبة لي بيكملوا بعض، يعني طول عمري من وأنا صغيرة لازم يبقى في شق فني مع الدراسة. فمن أول ما دخلت الكلية قررت إن أنا لازم يبقى نصي التاني موجود عشان أعرف نفسيا أوازن ما بين الحاجة اللي بحبها بجد وما بين دراستي. والحمد لله إن أنا كنت برضو متفوقة في الكلية، يعني ما كنتش اللي هو يعني بمثل وبغني ومنفضة للموضوع، لا فالحمد لله. يعني بص، الناجح بيبقى ناجح في كل حاجة بنسبة كبيرة. نروح بقى للغنى وقوللنا أكتر، يعني إمتى اكتشفتي أصلا إن أنت عندك صوت حلو؟ أنا والدي الله يرحمه كان تربية موسيقية وكان دايما بيدعمني، طالعة من بيت لحد ما فني، بسمع مزيكا من زمان قديمة، فلقيت نفسي فجأة رايحة ناحية الغنى والطرب أيام أنا كنت صغيرة. يعني أول بقى ما دخلت الكلية عملت حفلات في الجامعة، خدت أفضل صوت لمدة حوالي 7 سنين كلية، والنص التاني كان في التمثيل في المسرح برضو، خدت حوالي 3 مرات أفضل ممثلة. قررت بعديها بعد الكلية إن شاء الله إن أنا أعمل باند. فمن 2016 وأنا عندي الباند الخاص بي. عندك باند؟ ده من كم شخص يعني؟ إحنا حوالي 10، باند كبير، بنلعب مزيكا ما بين الشرقي وما بين الجاز الغربي، بعمل حفلة كل فترة، فيعني بحاول إن أنا الحاجة دي تفضل معايا طول الوقت. حلو جدا. جميل، برافو عليكي. طيب من المعروف عنك ان انت عندك قصه حب قويه جدا مع النادي الاهلي. يعني هل بدايتها كانت كمشجعه اهلاويه ولا كنت مثلا بتلعبي رياضه معينه ضمن فريق من فرق النادي؟ بدايتك كده وتعلقك بالنادي الاهلي واهتمامك بان انت تغني له جه منين؟ وراثه برضو من بابا الله يرحمه، كان هو اهلاوي متعصب جدا ومن زمان كان بياخدني معاه الاستاد. احنا كنا عايشين في الكويت فتره كبيره، فاي ماتش للاهلي وفريق كويتي مثلا كنا لازم نروح نتفرج. جيت مصر قررت ان انا لا لازم اروح اشوف التجربه الفظيعه دي بنفسي، يعني فبقى نص الحياه ماتشات الاهلي في الاستاد وفي اسكندريه في اسماعيليه في كل حته. فجي من هنا ان انا يعني كنت مواظبه ان انا اتفرج، حب النادي كده اتخلق لوحده بجد. فمن هنا قررت ان انا اكتب له والحن له، وعشان كده طلعت اهل الذكريات. طب ما نسمع كده الغنوة الأولانية هي أهل الذكريات. لا نسمع بقى حاجات تانية. حاجة تانية؟ طيب في غنوة أنا شغالة عليها مع حد من أصحابي، شاعر اسمه معتز المرغني، لسه بنظبطها يعني، فيا رب افتكر الكلام. بتتكلم عن الأهلي برضو. وطول عمره أهلي وطول عمره سبقك، مسيرته سفنته بتوقف مراكبك، بيمرض ويرجع ويتعب ساعات، لكنه في دولابه سنين انجازات. وطول عمره بادئ وطول عمره ثابت، ده نادي المبادئ بصالح وثابت، ده اسمك يا أهلي بيرعب في قارة، بتلعب وتكسب في أرضك وبرة. نادينا يا أهلي يا نادي المجرة، نادينا نلبي في ساعتها نداك. جميل. حلو ان اغانيكي كمان مختلفه عن يعني عن الاغاني اللي اتعملت قبل كده للنادي الاهلي، وبعدين فيها تاتش طربي صريح.
يعني مش مجرد الاغاني الحماسيه التقليديه، لا في تاتش طربي بتستعرضي من خلاله امكانيات صوتك. فبالمناسبه انت بتحبي تسمعي لمين وبتحبي تغني لمين؟ انا بسمع من زمان جدا بقى عبد الوهاب، ام كلثوم طبعا، يعني متربيه على الاصوات القويه دي، محمد فوزي، بحب الستايل الاغاني بتاعته جدا اللي هي برضو بتجمع ما بين العربي واللاتين. هو يمكن بدايه المزيكا المختلفه كانت من محمد فوزي بالظبط جدا، ومبهج، هو مبهج وهو بيغني جداً. حاليا بقى انا برضو انغام بالنسبه لي شيرين، مدحت صالح، الاصوات اللي كلها سلطانه. يعني تحبي تسمعي بقى؟ انا عايزه اسمع لمحمد فوزي. الله يلا. ممكن اسمع على الباب؟ انا على الباب، خليني اختار انا احسن عشان ما نقعش في حته الحبس. طب اللي انت عايزاه طبعا. طيب انا عامله في الباند ميدلي للناس العباقره دول، فهختار لك. حلو. طب ما نسمع جزء منه على فكره، سواء لمحمد فوزي او غيره، يعني مع بعض بقدر. يعني خليكي محبوحه كده، احنا بنتكلم في ثلاث العالم. حاضر. ميداليه برونزيه في كاس العالم. سلام يا سلام. ما نسمعش ميدلي كده. حاضر. يلا. طربينا يا قلبي ولا تقوليش السكه منين، ده حبيبي معايا ما تسألنيش رايحين على فين على فين على فين على فين على فين. فين قلبي فين قلبي يا ناس، دلوني 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 عليه، تاه مني تاه مني خلاص، وازاي ازاي ازاي الاقيه. فين قلبي يا ناس دلوني عليه، تيرا لا 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 تيرا لا 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 تيرا لا 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 لا. داري العيون داريها السحر ساكن فيها، 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 داري العيون داري العيون داري العيون. تيرا لا 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 تيرا لا 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 تيرا لا 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 تيرا لا 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 لا. احلفك بعذابي اللي انت عايش فيه متهني، واحلفك بغرامي اللي لا انا بك يوم ولا انا ابني، وان جيت في يوم وما حبتنيش اكدب عليا ولا تقول لي خلينا احبك تيرارارا، وافضل احبك من غير ما اعرف ايه سر قلبك. خليني 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 احبك. حلوة دي للفالنتاين قوي النهارده وعيد الحب، اغنيه مناسبه جدا. هو محمد فوزي كمان يعني كان جميل، شخصيته كانت كاريزماتيك جدا، صوت جميل، تمثيله كان حلو، مش فاكر بقى مطرب دخل التمثيل، لا يعني انا بحبه. بس انا عندي سؤال، انت بتقولي ان من وانت صغيره بتحبي الطرب، بتحبي تسمعي الناس، يمكن يعني اعتقد انت عندك مثلا بكتير 25 سنه صح؟ مش مهم، بس انت شكلك لا اكبر اكبر يعني 30 سنه ماشي، يعني ستيل صغيره برضو. بس عارفه اجيالنا دي مش متعوده ان هي تسمع، احنا ما اتولدناش كانوا لسه المطربين دول على الساحه يعني، فهي دي الفكره. انت يمكن باباكي هو السبب في ده مثلا؟ بابا السبب الله يرحمه، وفي نفس الوقت لان ده اللي كان بيطربني، يعني اللي كنت بسمعه ساعتها في جيلنا مثلا تمانينات تسعينات، ده اللي كان بيسلطني اكتر. وغير ان انا بحب التمثيل فبتفرج على افلام قديمه كتير، فطبعا برضو خدت منها الناس اللي كانت بتغني زي محمد فوزي. هو جميل التمثيل بتاع ابيض واسود، اصلا احلى افلام لحد دلوقتي اتفرج عليها. بص بعد 60 سنه مثلا حاجه فظيعه، حاجه فظيعه طبعا. وده اللي بنتعلم منه. يعني هل في ينفع مثلا يكون في شق
شدك اكتر؟ يعني مثلا انت بتحبي التمثيل وبتحبي الغنى وبتحبي التاليف وبتحبي التلحين، طب لو اتكلمنا على الميكسات اللي ممكن تحصل من خلال مسرحيات زي اللي انت شاركتي في بطولتها، اعمال غنائيه تمثيليه في نفس الوقت، يعني التمثيل الغنائي انجاز التعبير. نفسي انا اشتغل حاجه كده يعني. هو حاليا انا ان شاء الله بحضر للمسرح لعرض مسرحيه شغاله مع مسرحيه غنائيه ولا عاديه؟ هي لا، انا بالنسبه لي دوري غنائي مع المخرج احمد سمير ريان، وان شاء الله اقدر اعمل فيها التوتش ده. انا عملته قبل كده في الجامعه كتير، ان انا بمثل وبغني وبرقص وفي نفس الوقت بنقدم حكايه لطيفه، فانا نفسي اخد الستايل ده وامارسه شويه. موجود كتير في المسرح بالذات في الفتره الاخيره للاسف، فاتمنى يا رب ان انا اعرف اعمل حاجه حلوه ان شاء الله. طب انت عايزه بصراحه بقى يعني غنى وفن ولا طب؟ الطب مهنة أساسية بالنسبة لي، يعني أنا مش حابة أسيبها، أنا بحبها جدا، بحب شغلي جدا. أيوة بس بتمارسيها إمتى؟ وبمارسها الصبح. عندك وقت تمارسيها أصلا ولا لأ؟ هو ده السؤال. هي دي بقى التركة، إزاي إن أنت تجمع ما بين الحاجتين وتبقى ناجح فيهم. طب أنت إزاي عارفة تجمعي يعني قولي لنا يومك كده، لو أنت عندك عيادة أو عندك كشوفات وفي نفس الوقت لو عندك بروفات أو لو عندك حفلة، يومك بيمشي إزاي؟ يومي بيمشي إن أنا بصحى الصبح جدا بدري جدا، أروح العيادة اشتغل لحد وقت معين، اخلص لو عندي بقى بعديها بيبتدي يوم تاني فني، عندي بروفا، عندي ورشة مسرح، عندي غنوة بسجلها. مش كل يوم طبعا الكلام ده، يعني برضو الفن مش كل يوم انت بيبقى بيطلع فيه حاجة يعني، فبحاول ان انا اوازن. ومش شغالة مثلا طول الاسبوع في العيادة، فبرضو بدي نفسي وقت ان انا ابقى ما بين ده وما بين ده. جميل جدا. ادعوني ان انا اعرف اكمل كده عشان الواحد طالما عرفتي تقطعي الشوط ده كله ان شاء الله هتعرفي تكملي. بالظبط، هي الفكره انت عايز ايه وتشتغل على ده يعني. انا بحاول ما اقصرش في حق حاجه يعني. برافو عليكي، حتى لو في صعوبات واجهتك وطبيعي هيحصل، بس خليكي فوكست، خليكي مركزه في اللي انت عايزه توصلي له. الموضوع مش صعب يعني الدرجه. بصي بقى احنا عشان الوقت بيجري فانا هنسمع منك تاني، بس قبل ما نسمع عايزين الاغنيه اللي احنا سمعناها للاهلي في البدايه خالص، كواليسها ايه؟ يعني مين الف؟ مين قال اصلا عايز اعمل اغنيه؟ مين لحن؟ يعني الكواليس كلها. اهلي الذكريات، كلامي ولحني. كلامك ولحني، برافو عليك. وكان توزيع حد من اصدقائي اللي بيلعبوا معايا في الباند، اسمه حسن محمد. ويمكن دي من اكتر الاغاني اللي بتطلب كل حفله. فجأة الأعلام بتطلع، فجأة يلا نغني أهلي الذكريات. فحتى وأنا بكتبها حاولت أسترجع فيها ذكرياتنا في الاستاد، ذكرياتنا وإحنا بنتفرج على الماتشات، تاريخ النادي، يعني حاجة قريبة جدا من قلبي. إحنا لينا بذمتك عدد واحد أغنية نختم بيها الفقرة دي. أوكي يعني طبعا. قبل ما نطلع فاصل، إحنا طبعا للأسف وقتنا في الفقرة دي تحديدا انتهى، فهنطلع فاصل، بس هنطلع الفاصل ده مع الصوت. أيوة الجميل الحلو اللي حضرتك هتسمعه. انا عايزه اقول ان انا كنت مبسوطه جدا معاكم، وشرفني ان انا موجوده في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله قريب نعمل حفله كبيره كمان في النادي باذن الله. حاجه للفالنتاين برضو كده رايقه. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق، وبكرة بيشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. وهديتني وردي فرجيتها لصحابي، خبيتها بكتابي زرعتها على المخده، وهديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها، تضاعت الهدية وبتقلي بتحبني، ما بتعرف قديش لازالك بتحبني، وليش دخلك ليش. بكتب اسمك يا حبيب على الحور العتيق،
وبتكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشت الدنيا عالقصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محال، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بين محال. إنجاز جديد سجل في تاريخ النادي الأهلي بعد تحقيق برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد نجاحه في تقديم عرض قوي أمام بالميراس البرازيلي بطل ليبرتادوريس والفوز عليه 3-2 بركلات الترجيح. تتويج الأهلي بالبرونزية الثانية في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية جعلته أول ناد عربي وإفريقي يتمكن من بلوغ منصات التتويج العالمية في مناسبتين، بالإضافة إلى أنه أصبح أكثر الفرق الإفريقية والعربية تحقيقاً للانتصارات في مونديال الأندية برصيد 5 انتصارات وبفارق انتصارين عن أقرب ملاحقيه. إنجاز الأهلي لم يتوقف على الصعيد الإقليمي، بعدما بات ثالث أكثر فرق العالم تحقيقا للفوز في المونديال خلف ريال مدريد الإسباني الذي حقق 10 انتصارات، وفي المركز الثاني برشلونة الإسباني برصيد 7 انتصارات. وبعد الظهور السادس لبطل إفريقيا التاريخي وملكها المتوج، بات أكثر فرق العالم ظهورا في مونديال الأندية وأكثر فرق العالم خوضاً للمباريات في بطولة كأس العالم للأندية برصيد 15 مباراة على مدى مشاركاته المختلفة، بالتساوي مع فريق أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا. ويأتي في المركز الثاني فريق ريال مدريد بطل إسبانيا الذي خاض 12 مباراة على مدى ظهوره في المونديال. إنجاز الأهلي في مونديال الأندية ازداد فخرا بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي حرص على التهنئة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت كالتالي: خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف، كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية، متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. وعبر مجلس إدارة النادي الأهلي عن خالص شكره وامتنانه لتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية. وأكد المجلس تقديره الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين تلقاهما الرياضة المصرية في ظل توجيهات رئيس الجمهورية ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين، التي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية. وجدد مجلس الإدارة العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعداد لتحد ومشوار جديد للحفاظ على اللقب الإفريقي ببدء التدريبات اليوم لمواجهة المريخ الثلاثاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، وبداية الطريق نحو النجمة العاشرة. يا أهلا بكل حضراتكم من جديد. هنتكلم مع بعض في الفقرة دي عن مجموعة من الأمور الفنية المتعلقة بالمونديال وما بعد المونديال، وكمان الأهم الرؤية العامة للمشوار الإفريقي للنادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاية. طبعا كل المواضيع دي هنتناقش فيها مع ضيفنا العزيز كابتن أحمد عادل نجم النادي الأهلي الأسبق. صباح الفل وسعداء بوجودك معانا منورنا. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل عليك، وان شاء الله يبقى صباح خير على الساده المشاهدين وعلى مصر كلها. صباح الخير يا كابتن. وعايزه اقول بقى احنا بقالنا شهر ونص اخر مره كنت معانا فيها كابتن احمد، وانا عايزه بس ابدا بهابي فالنتاينز. طبعا كل سنه وحضرتك طيب.
هتحتفل ازاي؟ بداية طبعا مع عشرة الصبح في الألفة بداية خير، بس النهاردة في أي عشاء برة أي حاجة؟ لا لا، كل يعني بقضي على طول عائلي أكتر؟ عائلي عائلي، وفي آخر اللي كده مع أصحابي بقى. ماشي، كل صحيح. طيب ومصر كلها مرة تانية بخير. نبدأ كده من يعني المونديال أكيد، وأنا عايزة أروح تحديدا للشناوي. الشناوي البعض كتب عنه ان هو مش بس يعني رجل مباراة، لا هو رجل المونديال. صراحة ده قيل عن الشناوي، خليني ابدا بحضرتك من ده. اكيد طبعا انا بحب ابارك لجماهير النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي وللجهاز الفني وللعيبه، كانوا قد المسؤوليه. لكن لو تحديدا هنتكلم على الشناوي، هو الشناوي يمكن كنت بتكلم قبل كده ان الشناوي بقاله سنتين او ثلاث سنين هو الحارس الاول في مصر، وده مش من فراغ، ده بدليل ان هو يعني بيشتغل على نفسه كويس. انا على طول مع اللعيبه اللي هي بتقعد سنه واثنين وثلاثه محافظه على نفس المستوى. فالشناوي ان هو يعني يتربع على عرش ان هو يبقى حارس الاول في مصر على مدار ثلاث سنين، فدي اكيد مكافاه كبيره ليه ان هو يظهر بالصوره دي في مونديال العالم الانديه، وان هو ياخد دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وان هو قائد كفريق زي النادي الاهلي، فده طبعا تتويج ليه. وانا بشوف ان حب الناس واللي الناس بتتكلموا على الشناوي دي اكبر مكافاه ليه، اكبر من اي حاجه، لكن هو يستحقها بشكل كبير. شوف مانويل نوير بيتكلم على الشناوي في البطوله، هي كل اشاد دي ابتداء من الخصوم حتى قبل مشجعي وعشاق النادي الاهلي. هو الحقيقه كان متالق جدا في البطوله دي. وبرده عايز اسالك كابتن احمد على فكره ان في جيل جديد من ابناء النادي الاهلي بيشارك للمره الاولى بالنسبه لهم في بطوله كبيره عالميه بالشكل ده، كاس العالم للانديه، ويحصلوا على ميداليه برونزيه، طبعا انجاز كبير جدا، ومفيش ذره شك ان الكلام ده هيثقل خبراتهم وهيتقلهم طبعا الفتره اللي جايه، ولا النوع ده من البدايات القويه ممكن تكون سلاح ذو حدين؟ لا، هو لما كنت بكلم مع حضراتكم من شهر ونص حتى في دور الاربعه في دوري ابطال افريقيا، انا كنت قلت معاكم هنا قبل كده ان الجيل ده او مجموعه اللعيبه دي تستحق ان هي تاخد كاس افريقيا، وتستحق اكبر مكافاه ليها ان هي تاخد كاس افريقيا، واكبر مكافاه ليها ان هي توصل كاس عالم الانديه، وده اتحقق بالفعل. وده اللي عايز اوصله للساده المشاهدين، ان ده مش من فراغ، ده بتعب وجهد وحرمان وقافلين على نفسهم بشكل كويس، عندهم طموحات، حاسين بقيمه تيشيرت النادي الاهلي وقيمه البطوله، وفكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيلعب على الاول على طول، ان هو بيلعب على البطوله على طول، ان هو يوصل لمجموعه اللعيبه دي. لا، اللعيبه دي حققت، خدت دوري ابطال افريقيا من افضل، انا بشوف ان هي من اهم البطولات بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، لان هو سقف طموح جماهير النادي الاهلي هو دوري ابطال افريقيا. كونك ان انت توصل كاس عالم الانديه او كلاعب تشارك في كاس عالم الانديه، انا بشوف حتى لو ملايين الدنيا مش تقدر تعوضك المشاركه في كاس عالم الانديه، ده اكبر مكافاه ليك انت كلاعب ان انت تلعب في كاس عالم الانديه، او ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي في المحافل الدولية اللي النادي الأهلي بيقدر ان هو يكون فيها، فدي اكبر مكافأة للعيبة وهي تستحقها بالفعل. كابتن عادل، خليني اروح مع حضرتك كده تدريجيا، وقبل ما نخش بقى على يعني اللقب الافريقي هذا الموسم وكيفيه الحفاظ عليه والدوري الحالي مقارنه باللي فات، خليني اروح للمونديال قبل ما نقفل هذا الملف، وتقييم حضرتك كده لاداء الاهلي. احنا بدايه رحنا ولعبنا الدحيل وفزنا 1-0، بعد كده بايرن ميونخ خسرنا 2-0، بس خسرنا من بطل العالم وبطل اوروبا ومش اي فريق، وبعد كده في بالميراس احنا فزنا بيعني ضربات الترجيح. خليني سريعا اعرف تقييم حضرتك للفريق هناك. لا، انا كمحب النادي الاهلي او كمتابع لفريق النادي الاهلي او لمجموعه اللعيبه حتى في مستواهم في دوري ابطال افريقيا او على المستوى العام في الدوري الممتاز، لا انا كنت شايف ان فريق النادي الاهلي اعلى بكتير جدا من فريق الدحيل، لان اعلى فنيا، اعلى بدنيا، خبراته. انا كنت عكس التوقعات خالص، كانوا قايلين ان فريق الدحيل فريق قوي، لكن النادي الاهلي كلنا كنا عندنا ثقه فيه ان هو واثق من الفوز، واثق من الفوز، لان هو فريقنا فريق منظم، فريق بياخد المباريات بشكل جيد، ودي كانت يعني ان انت تعدي وتلعب بايرن ميونخ، انا كنت بشوف ان هو نهائي مبكر. النادي الاهلي بتلعب مع اعظم فريق في العالم، بيكسب برشلونه 8، عنده من احسن لعيبه في العالم، محقق دوري ابطال اوروبا، فان انت تخسر منه 2 وبالاداء دوت، عكس الناس كلها كانت تقول لك النادي الاهلي هيشيل سكور، النادي الاهلي ما بيشيلش سكور، النادي الاهلي لو في اسوء حالاته ما يشيلش سكور. دي نقطه برضو الحقيقه، يعني طبعا مشاركه النادي الاهلي في المونديال الاخير، النسخه الاخيره من كاس العالم للانديه،
خلت بعض الناس اللي هي ايه عندها ميول انهزاميه كده كده يعني في كل الاحوال هم كؤبة في روحهم واخد بالك ازاي؟ والله بكلمك بامانه وفكره ان هم مش قادرين يصدقوا ان في حد قدر يوصل للمرحله دي وللمستوى ده وقدر يناطح الكبار باعتباره احد الكبار، هل دي ممكن تكون حاجه كسرت حده الميول دي اللي موجوده عند بعض الناس ان اي فريق مصري عموما مش بنتكلم على اهلي ولا غير اهلي عموما اي فريق مصري هيلاعب اي فريق اوروبي لا احنا بنتكلم في نتيجه الماتش هنخسر 12-3 و9-0 وحاجات زي كده، طب ما الكلام ده ما حصلش اهو. بص اتاكد 100% اللي بيتكلم عن النادي الاهلي ده هو يعني هو اكيد شايف فرقته كده، هو شايف فرقته ان هي ممكن تشيل سكور، هو شايف فرقته ان هي ضعيفه، فعشان كده هو لما النادي الاهلي بيحقق نتيجه هو بيستغرب، هو بيستغرب ان ازاي النادي الاهلي ما خسرش 5-6 ده بيلعب بايرن ميونخ. لا احنا كلنا كمحبين النادي الاهلي ولعبنا داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي في اسوء حالاته يشيل سكور، ما يشيلش سكور، لكن مجموعه اللعيبه وده برده بيحسب للعيب بيحسب للجهاز الفني ان قافلين على نفسهم بشكل جيد ومش مدين ودنهم لاي تصريحات او اي يعني مهاترات انهزاميه. النادي الاهلي بيقفل على نفسه بشكل جيد وده بيبقى مسؤول عنه بشكل كبير جدا كابتن سيد عبد الحفيظ مع مجموعه اللعيبه مع الجهاز الفني، عشان كده بتشوف اداء بتشوف بطوله بتشوف نتيجه بتشوف النادي الاهلي اللي محققها تفرح، اللي اللعيبه دي بتبقى حريصه جدا ان هي تفرح جماهير النادي الاهلي. فده هو ده اللي اللعيبه بتمشي عليه، انها ما بتدنيش ودنها لاي مهاترات بره. صحيح انا بتفق مع حضرتك جدا، وبما ان احنا ذكرنا بايرن ميونخ يعني خلينا نروح نتابع التقرير ده اللي اتعمل عن الاهلي والشناوي تحديدا ونرجع نكمل. Again, congratulations on your win in the first match against Al Ahly. Before the match, Al Ahly's goalkeeper Mohamed Al-Shanawi, himself a highly decorated player who just broke the record for clean sheets in Egypt last year, told us how much it means to him to be on the same pitch with you. He said that you are his big role model and that he learned a lot about goalkeeping by just watching you. Can you describe how it feels to experience that level of respect from someone who himself is considered one of the best on his Ja, erstmal kann ich das Kompliment auch nur zurückgeben. Also ich denke, dass es auch was Besonderes ist, wenn er mit Al Ahly, mit der Mannschaft zusammen diesen Rekord auch mit der weißen Weste einfach eingestellt hat. Und ich glaube, dass die Mannschaft auch, ich glaube, für sich tolle Erfolge jetzt feiern konnte in der Vergangenheit. Natürlich musste er einer ins Finale und wir haben uns durchgesetzt. Und ich glaube, dass der Respekt einfach auch dazugehört und ist für mich auch was Besonderes, wenn aktive Torhüter, die jetzt auch ihre Profi Laufbahn bestreiten, sagen zum Beispiel, Manuel Neuer ist mein Vorbild und ich denke, dass wir uns sehr respektiert haben, auch auf dem Spielfeld und ich denke, dass man auch gemerkt hat, dass wir uns mochten. Wir haben uns nach dem Spiel umarmt, haben einen Handshake gemacht und haben uns unsere Trikots auch nochmal getauscht und für mich war es auch ein tolles Aufeinandertreffen und ich wünsche der Mannschaft und natürlich auch dem Keeper alles Gute für die Zukunft. يعني كابتن عادل لما كلمات زي دي تتقال يعني حارس المرمى في النادي الاهلي محمد الشناوي اعتقد ليها برضو يعني انعكاسات حلوه جدا. انا مبسوطه كاهلاويه ان انا اسمع بيتقال على الحارس بتاعي كلام حلو كده ومن مين بالظبط؟ احسن حارس مرمى في العالم في العالم بالظبط، فان هو بيتكلم عن محمد الشناوي ان هو واخد باله منه ان هو بيكسر ارقام ان الشناوي يكسر ارقام، وانا بقول لك الحاجات دي مكافاه كبيره جدا، مكافاه كبيره مهما اديت اللعيب فلوس دي اكبر مكافاه ليه معنويا، ده بيديله حافز كبير جدا وبيديله طموح كبير جدا ان هو يبقى في الاحسن والافضل، فاشاده كبيره من احسن حارس مرمى في العالم على الشناوي دي انا بشوف ان هي اكبر. احترامه للشناوي كان واضح من قبل حتى المباراه يعني قبل بدايه المباراه فعليا حتى باللقطه اللي كانوا بيتبادلوا بيها الشارات وبيعملوا اجراء القرعه عشان مين هيبتدي الشوط الاولاني، يعني في تقدير كده وفي احترام بتاعه برده حد ما يقلش. لا دي في لقطه كمان ان الشناوي بعد ما خلص المباراه اللي هي الثالث والرابع بعد ما خدنا البرونزيه وهم في الممر وهم نازلين يلعبوا الفاينل ان هو بيسلم على الشناوي وتحس ان هو في حب متبادل بينه وبين بعض، فدي حاجه كبيره تحسب للشناوي وانا هو مكافاه ويستحقها ويستحقها احسن من كده بكتير، لان انا عارف الشناوي بقالي سنين هو شخص محترم شخص نظيف بيحب الناس كلها بجميع الانتماءات، دي اكبر مكافاه ليه، وانا الشناوي اتوقع له ان هو باذن الله في مصر هيعوض عصام الحضر. يعني طب احنا اتكلمنا عن الشناوي واتكلمنا عن اللعيبه ما جبناش لسه سيره موسيماني
وطريقة هندلته للبطولة دي، طريقة تعامله مع هذا الحدث الكبير من خلال توجيهاته، من خلال الخطط اللي اتفق مع اللعيبة عليها، هل ليك أي يعني رأي، هل ليك أي تحفظات؟ لا مفيش، هو لعب بالتشكيل في كل مباراة، كل مباراة ليها ظروفها، كل يعني بتلعب الدحيل غير ما بتلعب بايرن ميونخ، كانت كل طرق اللعب اللي بيلعب بيها هي طرق فيها تنظيم، تنظيم في الخط الدفاعي، تنظيم في نص الملعب، بيحاول ان هو يقفل ومش مستعجل ان هو يكسب، يعني طريقه التشكيل او الشكل التشكيل بتاعه هو مش مستعجل ان هو يكسب، لكن اهم حاجه ان هو ما يدخلش في اهداف بالزبط. ودي اللي كان ظاهر في بايرن ميونخ جدا، بايرن ميونخ ان هو عارف ان هو بيلعب حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب من اهم مفاتيح اللعب في العالم، لكن قدر ان هو يقفل بشكل جيد، وخصوصا بالتميز اللي ظهر عليه محمد هاني في الجبهه اليمنى، وايمن اشرف حتى ان انت علي معلول حصل له مشكله، فان ايمن اشرف يقوم بالجبهه اليسرى طول البطوله، فدي حاجه برضو تحسب لايمن وتحسب لمحمد هاني، لان انت عندك كان طرفين في ماتش بايرن ميونخ من اقوى اطراف العالم ومفاتيح لعبه مهمه، لكن قدروا يقفلوها بشكل جيد في ماتش بايرن ميونخ مع مجموعه اللعيبه كلها، لا ادوا بشكل جيد وظهروا وطلعنا بالغرض من ومستر موسيماني مع اللعيبه طلعوا بالغرض ان احنا حققنا مركز يمكن الثاني للنادي الاهلي على مدار اشتراكه في المسابقه، وده انجاز كبير جدا طبعا يحسب للجهاز الفني وكانت مستر موسيماني ويحسب للعيبه اكيد. انا بتفق مع حضرتك جدا، واعتقد الملايين بيتفقوا فعلا رغم برضو بعض الاقاويل اللي موجوده ان موسيماني يعني كان ممكن يلعب احسن من كده، موسيماني قدم اداء احسن كده، انا مش عارفه. طب ما هو حضرتك النتيجه اللي احنا وصلنا لها في الاخر دي مش مرضيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو هو جه في فتره ما هياش من احسن الفترات، هو جه فتره كانت صعبه جدا وقصيره جدا، ولكن قدر ان هو يحصل على بطولات عديده، فيعني حقيقي يشكر هذا الرجل، اداء كان شفناه رائع جدا تحت قيادته للاهلي يعني، واعتقد كمان انعكاسات نفسيه كانت كمان افضل بكتير على لاعبتنا، فيعني كل لازم الناس تقدر حاجه، ان برضو الراجل ما حطش بصماته الفنيه لان هو ما عندوش وقت يمرن، يعني ما عندوش وقت يمرن، لان انت النادي الاهلي من كتر الاشتراك في البطولات هو كل 4 أيام مباراه، وبعد كده بيحقق دوري ابطال افريقيا، فعنده بعد كده يلعب كاس عالم للانديه بالزبط. ومحتاج يدرس الفرق او طريقه اللعب مثلا برازيليه بايرن ميونخ في الدوري القطري الدحيل بيلعب ازاي، فهو محتاج يدرس دوت، فدي الوقت ان هو يقدر يشتغل فنيا مع اللعيبه، فده برده مش هيقدر يساعده من كتر الاشتراك في المباريات والبطولات، لكن مع الوقت احنا اهم حاجه ان النادي الاهلي بيحقق، اهم حاجه النادي الاهلي بيلعب على البطوله وبيحققها، هو ده الغرض، لان انت بتشتغل طول السيزون عشان تحقق بطوله طبعا، ده اللي بيشتغل عليه مجلس الاداره، وده اللي بيشتغل عليه الجهاز، وده اللي بيشتغل عليه اللعيبه. طيب انا عايزين نستاذنك ان احنا قبل بس ما نطوي صفحه المونديال ونفتح صفحه المشوار الافريقي الجديد، ونعرف برده رايك في فرق المجموعة اللي هنلعبها إن شاء الله إفريقيا، المريخ وتيتا كلاب وسيمبا، عايزين بس إيه نختم الجزئية دي بإن إحنا نسمع الجماهير قالت إيه للعيبة النادي الأهلي بعد حصولهم على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ونرجع مرة تانية نكمل كلامنا. دايما النادي الاهلي بيشرفنا في اي بطوله من البطولات الافريقيه، الدوري، كاس العالم، كله دايما فرقه الكوره كمان بتشرفنا. في ميزه كمان فيهم اللي هم كلهم شباب جداد وصغيرين، هنستنى منكم كتير في السنين الجايه. كل فتره كده بعد كل ماتش يقول لك اثبت لي ان انت جامد، لعب لي فرقه اقوى، لعب لي فرقه اقوى، لحد ما توصل لكاس العالم للانديه وتغلب بطل جنوب امريكا وتوصل من المباراه المركز الثالث والرابع وتحرز المركز الثالث، طبعا ده شرف كبير جدا، وده اللي احنا متعودين عليه من النادي الاهلي عامه يعني. الف مبروك لرجالتنا، شرفونا ورفعوا راسنا قدام الصغير قبل الكبير، احنا بنحترم اي فريق احنا بنلعبه، ولينا شرف ان احنا بنلعب مع فريق كبير زي بايرن ميونخ. والله احنا بنبارك للعيبه، عمل مجهود جامد جدا، فبنبارك لهم على المجهود اللي عملوه، وان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي ان شاء الله باذن الله، وكانوا رجاله وقدها فعلا وثبتوا وجودهم قدام العالم كله، والحمد لله شرفونا وشرفوا افريقيا وشرفوا مصر. هم فرحونا والله بالبرونزيه دي، وطبعا ماتش البايرن كان ماتش تقيل جدا، ورغم كده كانوا رجاله وقدها
ومش يعني كفايه الاثنين دي، كان يعني كفايه ان هم ادائهم كان جامد جدا. الف مبروك وفخورين بكم جدا طبعا، ولعبت كويس جدا وان شاء الله يعني الجاي هيبقى احسن. اقول لهم الف 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 مبروك، كنت رجاله ولعبتوا متوشه جميله جدا، وبنشكر اللعيبه كلها، بنشكر موسيماني كوجه خاص، وبنشكر جمهور اللي هو شرفنا في قطر، وقف ورا واحنا بنقول النادي الاهلي احنا كلنا وراك. طبعا بنشكر كل لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي اللي كان كله بيدعي لهم من وراهم، يعني فعلا مش عايز اقول لحضرتك كلنا اكيد كنا بندعي، وسعداء جدا ان احنا وصلنا مع بايرن ومع يعني فريق الماني وفريق عالمي زي كده، وصلنا لليفل زي ده، واحنا قدها على فكره، بس في شيء مواقف طبعا بتاعه الكورونا المره دي والمره اللي فاتت اكيد هي دي اللي عملت دروب شويه. انا كنت متاكد ان احنا كان ممكن نطلع التاني كمان بصراحه. هم لعبوا لعبه حلوه جدا وانا كنت عايزاهم يكسبوا، فرحانه لهم وهم تعبوا ويستحقوها الحمد لله. فريق عظيم وفريق يعني بيشرفنا كلنا كمشجعي النادي الاهلي واعضاء الاهلي، وربنا يكرمه كده ويجيب بطولات في بطولات في بطولات في بطولات بإذن الله. رفعت رأسنا وإحنا فخورين بيكم بالنادي الأهلي، وفخورين برئيس النادي الأهلي، وبقول لهم متشكرين جدا. إحنا وصلنا العالمية وهارد لك في الماتش بتاع بايرن ميونخ، وإن شاء الله بإذن الله المزيد من المزيد أحسن وأحسن. طبعا ألف مبروك لرجالة الأهلي، إحنا دايما متعودين على الأهلي على المراكز المتقدمة، ما بنعرفش إن المركز الثاني ده مش بتاعنا، المركز الثاني بتاعنا زي الأخير يعني. رجالة وشرفونا وبطولات ضف لبطولات الأهلي.